السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره. هل تعلم من هو جليبيب؟ هل سمعت عنه قبل ذلك؟ سبحان الله، كثير منا لا يعرفونه ولكن الله يعرفه. جليبيب هذا صحابي لا يعرف نسبه ولا يعرف إلا اسمه فقط، جليبيب. ورغم ذلك كانت له هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. جليبيب هذا كان في قومه بسيط الحال، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في المسند أرسله إلى قوم يخطبه إليهم، فلما علموا أنه جليبيب رفضوه. من جليبيب؟ أن أزوج جليبيب؟ فلما سمعت الفتاة قالت: ما شأنكم؟ قالوا: خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطبك النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب. فقالت: أو نتخير بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجوني إياه. فالشاهد أن جليبيبا رضي الله عنه كان رجلا بسيط الحال، ربما كان ليست له هذه الحظوة والمكانة بين الناس، لكن انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتقده ويتفقده ويسأل عنه في هذه الغزوة، ثم بعد ذلك لما يرى صنيعه وما فتح الله عليه من الجهاد، لما جاهد هؤلاء حتى قتل منهم سبعة، فقال: أنا منه وهو مني. سبحان الله، لا نعلمه، وهذا هو قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم ممن لا نعلمهم ولهم قدر عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يذكرني بقصة أنه في يوم جاء أحد الرسل بالبشرى إلى أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، يبشره بالفتح، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله. فسأله عمر: النعمان بعثك؟ يقصد بذلك النعمان ابن مقرن المزني، وهو كان قائد هذا الجيش. فقال: يا أمير المؤمنين، احتسب النعمان. فبكى عمر واسترجع، فقال: ومن؟ ويحك، من استشهد أيضا؟ فقال: فلان وفلان وفلان، حتى عد ناسا. ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فبكى عمر وقال: لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، لكن الله يعرفهم. نعم والله، كم من ضعيف مستضعف نحن لا نعرفه، ننظر إليه نظرة شفقة وإحسان، هو بالنسبة إلينا شخص بسيط، إذا غاب لا يفتقد، وإذا حضر لا يرى، إذا طلب لا يجاب، وربما كان مدفوعا بالأبواب. هذا هو قدره عندنا، ويكون قدره عند الله جليلا عظيما، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أسمعت الكلمة؟ لو أقسم على الله لأبره. لم يقل صلى الله عليه وسلم: لو دعا ربه لاستجاب له، بل لو أقسم عليه لأبره. يقسم على ربه: أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا. أي مكانة هذه؟ وهذا مكانته عندنا أنه مدفوع بالأبواب،
سبحان الله العظيم. هكذا تتبدل المعايير، هكذا في الإسلام. المعايير التي أرساها دين الإسلام معايير مختلفة، ليس بالمعايير الدنيوية، ليس بالمعايير التي يتآلفها البشر. البشر لديهم من الآليات للحكم على الأشخاص وعلى الأشياء، يتعارفونها بينهم، فيكون بينهم صاحب الحظوة وصاحب المكانة هو المقدم وهو المبرز. أما الذي حرم النعمة الظاهرة فيكون في الغالب مستهجنا لديهم، ولا يكون بهذه المكانة في قلوبهم. الذي يأتينا بفاخر الثياب ويركب أفضل المراكب وله أعلى المناصب، هذا إذا تكلم يسمع له، وإذا أمر تنفذ أوامره. أما هذا الشخص البسيط فنحن لا نضع له أي وزن في حياتنا، لكن الدين وضع معيارا آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، هذه النظرة لابد أن تعدل، وهذه النظرة لم تختفي، لم تكن مجرد وقت أو أمر في وقت عابر، لم تكن مجرد شعيرة في وقت ثم رفعت، إنما هو شرع، شرع شرعه الله لنا نعيش عليه كما عاش عليه السابقون. سيظل أقرمنا عند الله هو أتقانا، وسيظل المجهول فينا هو من لا يعبد ربه، هذا هو النكرة. أما من كان عبدا لله فهذا هو الذي رفعه الله، هذا الأمر يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. نعم أحبتي في الله، حتى معاييرنا نحن معايير مختلة في حكمنا على بعضنا البعض. معاييرنا عندما ننظر بين أمورنا أو بين أحوالنا، تجد مثلا أننا في حياتنا ننظر إلى هذا الإنسان المتكلم الذي يعني يستطيع أن يعبر عن نفسه، وظاهر وبارز بين الناس، وله أنشطة وله حتى منذ الصغر. يعني نحن عندما كنا صغارا تجد في الفصل دائما في واحد كده يعني زعيم العصابة، ولد كده له صوته وله مكانته، ودائما الأولاد ملتفين حوله ويأمر وله أتباع، وتخضع له كل الطلاب ويكون يعني له زعامة. هل سألت نفسك يوما أين هذا الولد الآن؟ الزعيم ده فين دلوقتي؟ أين هذا الذي كان مبرزا بيننا؟ أين هو الآن؟ أهو ناجح في حياته؟ سبحان الله، تجد أن في أغلب الأحوال أن هذه النماذج المبرزة بيننا هي في الواقع يعني نماذج ناجحة ظاهريا، ظاهرة فقاعية، إنما تجد النجاح الحقيقي في الإنسان الذي قد لا نراه أصلا. قد يكون هناك مثلا كان عندنا زميل في الفصل ولا في الكلية لا نراه ولا نسمع به، ليس له صوت وليس له حضور، وقد لا نعلم اسمه أصلا، ثم تراه بعد ذلك هو الذي تفوق وهو الذي تصدر، وتجد له بعد ذلك إنتاج علمي وله وله وله. قد تجد إنسانا بسيطا لا يستطيع أن يكون من نجوم المجتمع، لكنه زوج ناجح وأب حنون عطوف. قد ترى إنسانا بسيط الحال لكنه عبقري ذكي. إذن المعايير النظرية التي نراها بالنظر ليست دائما على صواب، لابد لنا أن نعدل المعايير وأن نغير المفاهيم. نحن ننبهر بالأشخاص، والإبهار والانبهار عندنا هو معيار النجاح، لكن هذا ليس بحقيقي. الإبهار ليس هو النجاح، إنما النجاح هو الإبهار كله. ضع هذه قاعدة أمام عينيك، فإذا عدلتها تستطيع أن تعدل ما هو أهم. ليس المقدم بيننا من كان مبرزا في الدنيا، من كان صاحب حظوة وجاه، إنما المقدم بيننا من قدم نفسه في محراب العبودية. المقدم بيننا هو الذي أذل نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى،
الذي خضع لرب العباد الذي نجح في محراب العبودية هو السيد بيننا. السيادة في الدنيا للعبودية وليست بالمعايير التي نتخيلها، أن السيادة بأن تكون لك الحظوة والمكانة. كلا والله، وسنرى هذا في الآخرة إن لم نره في الدنيا. سترى في الآخرة من يكرمهم رب العباد، سترى في الآخرة من يفدون على ربهم في أفضل هيئة، وسترى من يقال لهم ادخلوا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. ستجد هذا، بل وستجد الأعجب، ستجد ما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن فقراء المسلمين يدخلوا الجنة قبل أغنياء المسلمين 500 سنة. نعم، هذا الذي عاش بيننا ضعيفا مستضعفا فقيرا، هذا الذي حرم ظاهريا من متع الدنيا لكنه عاش صابرا محتسبا، عاش على دينه مستمسكا بكتاب ربه وسنة نبيه، عاش عبدا لربه. نعم حرم الدنيا، ولكن انظر كيف عوضه الله في الآخرة. فاتته لحظات من التمتع بالدنيا، لكن جنى بعد ذلك من التكريم أنه دخل قبل الأغنياء الصالحين أيضا. فسبحان الله، إياك يا عبد الله أن تختل لديك الموازين. الناس تبدلت لديهم المعايير، واختلت بالفعل كثير من آليات الحكم، فعلينا أن نعيدها مرة أخرى. علينا أن نعيد معاييرنا في تقييمنا لأنفسنا وللآخرين على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى، أن نكرم من أكرمه الله، وأن نقدم من قدمه الله. وأما الذي عاش في غيه سادرا وبارز ربه بالمعاصي، هذا لا يكرم بيننا، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله أن نكون ممن حسنت هيئاتهم وفسدت قلوبهم، ونعوذ بالله أن نكون ممن كانت لهم الحظوة بين الناس ثم ألقي وأهمل عند رب الناس. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من أهل الحظوة في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن أعمالنا، وأحسن خاتمتنا، وأحسن وفودنا عليك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.